بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل حديثنا في اقتباس الفوائد من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإلقاء الأضواء عليها. فقد أورد حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من روايتي فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس فيها نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منه بعينه، فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين. ثم بين الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات على الحديثين أنه يجب على المسلمين جماعة وأفرادا الاتصاف بهذه الخصال الثلاث التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. الخصلة الأولى: أن نصلح عقيدتنا بأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع أمور الدنيا والآخرة. فإذا صحت العقيدة صحت جميع الأعمال وتقبلت، وإن فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال وردت.
ولذلك كان جميع الرسل يطالبون أممهم بإصلاح العقيدة قبل كل شيء، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يجب على الدعاة والمصلحين أن يبدأوا بالعقيدة وتنقيتها من الشرك. وقد خالف هذا المنهج الذي هو منهج الأنبياء كثير من الدعاة اليوم، وصاروا يطالبون بإصلاح جوانب من الأعمال والتصرفات ويتركون جانب العقيدة، وهم يرون الناس يقعون في الشرك الأكبر حول الأضرحة في كثير من البلاد، ولهذا لم تثمر دعوتهم، لأنهم بمثابة من يحاول معالجة جسم مقطوع الرأس. إن الأمة لا تستقيم ولا يتوفر لها الأمن والرزق حتى تصلح عقيدتها، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الخصلة الثانية مما يرضاه الله لنا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، وحبل الله هو القرآن والسنة، والاعتصام بهما يعني التمسك بهما والعمل بما فيهما والرجوع إليهما عند الاختلاف لفصل النزاع في جميع الأمور، لأنه إذا فصل النزاع بالحكم العادل زال الافتراق وحصل الوفاق. والخصلة الثالثة مما يرضاه الله لنا مناصحة ولاة أمور المسلمين، وذلك بطاعتهم بالمعروف وعدم مخالفتهم والقيام بما يعهدونه إلينا من الأعمال على الوجه الصحيح. فيجب على الموظف أن يقوم بأعمال وظيفته على الوجه المطلوب، لا ينتقص منه شيئا ولا يضيع من وقته شيئا في غير العمل، ولا يحابي صديقا ولا قريبا ولا غنيا ولا فقيرا، وأن لا يأخذ رشوة ولا يضار بالمراجعين ويعطل عليهم أعمالهم. إن هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي يقوم عليها المجتمع المسلم، وهو الاجتماع على العقيدة الصحيحة، والاجتماع تحت القيادة الرشيدة، والاجتماع على المصدر الذي نحكمه بيننا، ففيه وحدة العبادة ووحدة القيادة ووحدة الدستور الذي نسير عليه. وبهذا الاجتماع تصلح الحياة ويتوفر الأمن ويزول الخصام ونحصل على رضا الله عز وجل. وخير مثال لذلك ما كان عليه مجتمع المسلمين في الصدر الأول لما كانوا عاملين بهذا الحديث، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث اختار هذا الحديث الشريف منطلقا له في الكلام على قواعد الاجتماع والقضاء على الخصام والنزاع. إنه اختيار حكيم، ونسأل الله أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين رعاة ورعية للسير على هذا المنهج القويم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.